انت اليوم اوفرو جبتوا اتفقتوا على مرشح ما يكون احترامي للجميع احترامي للافكار كلها طلع له 3000 4000 صوت جمعتوا عليهم 5000 6000 فوق ما يصل 10 بعد وبعد النتيجه وطلع ما كنا سادر الروماني شنو المحصول؟ هو محصول انا جاي احكي لك انت الان جاءت الاقدام انه المحافظ رئيس مجلس النواب والمحافظ بامكانياته الماديه والاداريه والاجتماعيه كله وياه من اللي يقدر ينافس من اللي يقدر ينافس والله لا تطلع مثل البر ان شاء الله حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامجنا للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق عندكم ذني الرقمين تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج للمشاركة من خارج العراق عندكم الرقمين اللي راح يظهران أسفل الشاشة هنا فعندكم أربع أرقام للاتصال ذني الاثنين من خارج العراق وعندكم اثنين من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا ونسمع صوتكم ورأيكم حول الموضوع اللي راح نطرحه أما هذا الرقم رقم الواتساب رقم الواتساب ما أقدر أستقبل بيه اتصال اللي يدق عليه ما راح يبين يمي ما راح يبين بالجهاز إنه أكو واحد يتصل بيه فلا حد يزعل علينا أنتوا تدقون على هذا الرقم هواية إذا ما قدرت تتحصلنا على أرقامنا الثانية هذا الرقم تقدر تكتب لنا رسالة تكون الرسالة أتمنى مطبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم الفيديو اللي طلع بعد شارة البداية سمعتوا ايش قال بيه لو لا قال احنا قبل لمينا قواعدنا ولمينا جماعتنا وجبنا 3000 4000 و5000 صوت يعني عن طريق جماعتهم صعدوا نائب الكارثة بهالفيديو هذا مو هنا أنا وبس قال شاءت الأقدار الأخت واحدة من المرشحات قاعدة بصفة قال المحافظ ورئيس مجلس النواب وقدراتهم المادية والإدارية والاجتماعية وياج من راح يقدر يوقف بوجهك إذا نجي على قوانين الانتخابات فهذا الشيء تجاوز على قانون الانتخابات وهذا خرق انتخابي إذا نجي على الحملات الانتخابية أو الدعاية الانتخابية فهذا همنا تجاوز يعتبر خرق للدعاية الانتخابية لأنه أنت ما المفروض ضامن روحك لهالدرجة هاي المرشح المفروض عنده برنامج يخاطب الناس يقولهم يابا أنا برنامجي 1 2 3 4 وعن طريق هذا البرنامج مالتي أنا راح أقدر أنفذ لكم 1 2 3 4 وراح أسوي لكم هيك وأسوي لكم هيك وأسوي لكم هيك وأسوي لكم هيك وأبني لكم وأبلط شوارع وأعزز الصحة وأقوي الرواتب أعطيكم رواتبكم يعطي برنامج بحيث الناخب ينعجب بهذا البرنامج الانتخابي وراء هذا الانعجاب هو الناخب يقرر مو يجي واحد يقول له أنا رئيس مجلس النواب بقدراته المالية والإدارية هو راح يصعدك بس السؤال اللي نطرحه هنا النزاهة النيابية وين ورئاسة الوزراء وين والمفوضية المستقلة المفروض للانتخابات وين شو من هسه هم نفسهم ليرشحون نفسهم هن نفس الأحزاب هم نفس المرشحين هم نفس النواب هم نفس الوزراء هم نفس اللي صعدوا بالعملية السياسية من 2003 على ضوء الاحتلال الأمريكي للعراق هم نفسهم موجودين زين هاي الخروقات الانتخابية مو المفروض أكو بيها إجراءات هاي الخروقات الانتخابية مو المفروض انه اكو بيها يعني طرق للحد من عدها هيئة النزاهة اذا سمعت هذا حكي ايش راح تقول او المحكمة الاتحادية لو هم يعني راح يعبروها على الناس مثل ما عبروا قبلها اكو هواية امور فسرتها المحكمة الانتخابية المحكمة العليا بمزاجها
زين هاي الخروقات الانتخابية إذا هن نفسهم موجودات هسه، المواطن شلون راح يصدق؟ المواطن اللي أيس من العملية السياسية، المواطن اللي أيس من السياسيين، المواطن هسه اللي طلع بالشارع بانتفاضة تشرين واللي طلع بالشارع بثورة تشرين يطالب بإلغاء المحاصصة وإلغاء الفساد ويطالب بحكومة عراقية، يطالب بشفافية بالدولة، يطالب بسيادة، يطالب بإنهاء الفساد، يطالب بإنهاء المحاصصة، هواية مطالب عنده. شلون راح يصدق لما يسمع هذا الكلام؟ المواطن البسيط أو ذوي شهداء الثورة اللي نطوا ولدهم دماء لأجل هاي الثورة، لأجل الحرية ولأجل البلد ولأجل شعار نريد وطن، شلون راح يصدق لما نسمع واحد يقول له رئيس مجلس النواب والإدارة والمحافظة كلها وياك؟ ومنو راح ينافسك أو منو راح ينافسك؟ يعني هو ضمن صعودها إلى البرلمان من هسه، على شنو بعد واحد العالم تروح تنتخب والعالم تروح ترشح إذا أنتم منكم وبيكم وضامنيهم؟ علي من صلاح الدين، حياك الله يا علي. حبيبي هلا بيك يا اخوي، شلونك؟ هلا بيك. انت هذا المحافظ اكثر من يقول ابو مواصفات وهذا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا المحافظ انت ما صلاح الدين هو سوى اني انا من صلاح الدين مطلوعيه. نعم. سوى انه هو ما سوى انه كل شيء. اجى بيوت نحن نازحين، بيوت مبلشة مدمرة ملعوبين، طابة طارنا سنين، لا شفنا دائرة بها خير، لا شفنا مدرسة بها خير، لا شفنا شارع بالتبليط، لا شفنا شو ما شفنا. نعم. أنا من جوازرات، سكنت جوازرات قرب ضلوعية النهرين. نعم. ما شفنا كل شيء كذا، ما شفنا كل شيء من عدنا كلها بدون استثناء، كل ما شفنا وش من عندهم، هجموا بيوت ندعوا فينا طابة، لا شفنا عسى بيوت ناس فلشت، يعني ما شفنا فد خير من عندهم، ما شفنا فد بناء يجي علينا يقول هاي فلوس قطيه ما تعرف ليش. نعم. طيب حل هذا الموضوع، يعني بيوتنا فلشت ما عندنا احنا دافعين هسه. يعني واحد بغداد واحد دوين لحد عندنا خيمة بيتنا، حتى أنا عندي خيمة بيتي ما عندي حتى يعني حتى تبوبة عنده، يعني إيش اللي يسوي إيش اللي يسوي يعني؟ والله ما سوينا كل شيء، كذب كذب كذب، كلهم حرامية كلهم بدون استثناء. ما أعرف بعد شو أحكي، قال عندي قصة بعد. نعم. شكرا لك اخ علي. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. حياك الله يا نشم، تحيه لكل البرنامج يا استاذي. انا اتمنى من البرلمان الجديد يا استاذي مستقبلا حصر السلاح للدوله ومكافحه المخدرات والمسكرات، وكذلك توفير عمل للعاطلين عن العمل يا استاذي. ولكن أنا بصفتي يا أستاذي كإنسان، من حقي كإنسان عربي مسلم أن أقول رأيي الديمقراطي، ولا ينازعني إلا المحرض والسفيه والمتعاطي. وآخر الكلام يا أستاذي، من يوم ولدتني أمي ما شفت أحد خدمني في البرلمان. وآخر الكلام يا أستاذي، ادعو لنا ربك يخفف عنا حرارة الجو والرطوبة. تحياتي لك وللقناة وللبرنامج، وشكرا لك. شكرا لك أخ سعد. القضية وما بها أخ سعد يقول نتمنى من البرلمان المقبل أن يحصر السلاح بيد الدولة وأن يشغل العاطلين عن العمل، يعني بما معناه أنه يخدم المواطنين. المشكلة لحد الآن اللي دا يرشحون نفسهم للانتخابات هم نفس الأحزاب اللي كانت موجودة من 2003 لليوم، من 2003 لل 2021 18 سنة هم لا شغلوا عاطل عن العمل ولا حصروا السلاح بيد الدولة. من 2003 إلى اليوم شفنا الميليشيات في تزايد والسلاح المنفلت في تزايد على ضوء هذه الأحزاب.
قد لا يخلو حزب بالعراق اليوم إذا ما عنده ميليشيا مسلحة، فهل تعتقد أنه البرلمان الجاي إذا هم نفس الشكول جدتي راح يحصرون السلاح بيد الدولة لو لا؟ مؤيد من بغداد، حياك الله يا مؤيد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي بدون زحمة، احنا من ما يقول أهل البلد. أي. فقضيتنا احنا بالنسبة للعراقيين يعني قضية كل قرن تنعاد. بالنسبة لأهل الجنوب مشهور صارت القضية مال الجي. أي. الجنوب ومشهد لهم وتاريخ يشهد لهم بهذا، فقاموا أهل الجنوب عليهم من صار الاحتلال الأمريكي. أهل القرن شهادة الاحتلال الأمريكي نفسهم، فالحكام احنا هذول اللي حكمونا. أنا ما صار استفاضة من الجنوب على هذول المفازين من الجنوب للشمال ما يطلعوا تغير، وناقلنا انتخابات ايش ما تغير. هذول محتلين البلد هذول على ما يقوم عليهم قومه واحده، فاحنا نظل هيك وانتخب منا. وشكرا. شكرا شكرا لك مؤيد. ابو حسن من بغداد، حياك الله يا ابو حسن. يا سلام، هلا بيك اخوي. طبعا هي حكومه احتلال جدتي بامره امريكا وحلفائها. نعم. هذول لا يقدمون ولا ياخرون. طبعا العراق قتل ما قتل به واستشهد ودمره، وكل البيوت اللي تهدمت صار على مدى 18 سنه. نعم. ما يعني ما يسوون اي شيء ولا يبنون اي شيء. يعني يسوي لك مثلا كتله خراسان منطقه يعني مساحه كبيره بس صغيره، والباقي فلوس لهم. يعني هم دوله حراميه جابتها الاحتلال، فهذول ما يعني ما يفيد. يعني ما الواحد ينتخبهم من نفس الوجوه ونفس الاحزاب. انا ما شايف دوله كل واحد رئيس كتله مخلي له عصابه مسلحه تنتخ الناس اعرافهم، بيوتهم تحرقها، بيوتهم تدمرها تسرقها. فهذول ما يسوون شان قلت سابقا، هذول ما يخدمون البلد، ولانهم مو عراقيين اصلا. خدمت الاحتلال الايراني والامريكي، والباقي هاي يشوفون الناس اللي دمرت بيوت، هاي الموصل الحويجه الانبار الفلوجه، يعني المناطق الموصل اباده جماعيه صارت عندهم. ذولا ما عندهم غيره على العراق، ولا يخدموا العراق ولا يبنوه. هم جاي غرض تهديم العراق وجعله ضحوكه بين الدول. يعني حدث ولا حرج الفقر، الصحه، التجاره. يعني هسه على الحصه التموينيه صار 4 أشهر ماكو. ليش؟ دولتي ايش هاي؟ دوله تجويع. فالانتخابات هاي يعني اللي ينتخب بدوله ما اعتقد يعني فعل صائب يسوي. هم دول جايين يقتلون العراقيين، تدمير العراق، تدمير البنى التحتيه، ودمروا البنى التحتيه. يعني خلي واحد يذكر لي، واي واحد عراقي هسه يتصل بالموبايل يقول الحكومه العصابه بنت مستشفى، بنت مدرسة، أشيل البيوت ما طين. على من انتخبهم هم؟ ليش؟ يعني بنوا مستشفى، بنوا مدرسة، بنوا مستوصف، الحصة التموينية جابوها، الحدود مؤمنة، لو لا عشان تركيا منا قرعة المي وخلت العراق ينزل منسوب المياه وما حد حكي. فهذول كل واحد 4 سنين يظل يلبلش كم فلس وعايش عائلته وبره بالخارج وعايش برفاهية بعد ما كان هو حافي. يعني مستحيل ذول يسوون شيء. البلد دمر، الزراعه ماكو. يعني شايف حكومه تحرق الارض مال زراعه مال مزارعين؟ كان قبل الاصلاح الزراعي يعطي حوافز الفلاح في سبيل الزراع، هسه كله استيراد. فد مره من المرات قال محمد الدراجي هذا كان وزير الاسكان شنو مدري وزاره البلديات، قال احنا هدفنا يعني ما نبني، ندمر ما نبني. اذا نزرع لازم موافقه ايران، اذا احتلال منطقه لازم الا موافقه ايران. فهي احتلال امريكي ايراني اسرائيلي بريطاني من كل دول متحالفه. فانا اسال العراقيين على اي سبب واحد يروح ينتخبهم؟ نفس الوجوه اللي قاتل ويا ايران على العراق، صار كل واحد عنده
وزارة سوى ومحلات وبنوك وتداول الفلوس خارج وصعدوا الدول في سبيل يهون الشعب ويصير العملة العراقية ميتة على ما ننتخبهم. والله أنا بنظري وكشخص احتياجي أنا أقول اللي انتخبهم هذا خادم منهم أو هو مساهم في قتل العراقيين. يعني حتى المتظاهرين كانوا متظاهرين شادوا منهم، رادوا بلد مستقر يزور حرية الانتماء للبلد، هذول ما يزور خلوه واحد انتماء للبلد. نعم. هاي المهجرين راحوا، هاي البيوت تفلشت بالموصل بالرمادي بالفلوجة، هاي جرف الصخر خمطه، ما يخلون عراقي سواء شيعي أو سني يعيش برفاهية مثل البشرية. هم هدفهم تجويع العراق، تدمير العراق، جعل شلون تقول ضيعة من ضيعة إيران، كلها موافقة إيران وأمريكا. ولا أمريكا لا تريد تبني العراق، قالوا ذاك الرجال دكتاتور، زين دكتاتور أبو قطع الحصة التموينية، ما كان محافظ على الحدود مال العراق، مي العراق وأرضا وجوا وبرا، هذول كلهم عقد. هم تدمير الجو العراقي، الأرض العراقية، السماء العراقية كلها. فعلى أي استدلال أنا راح أنتخبهم ليش؟ والباقي هو العراقي إذا يسمع كرامته بيده بيده. إذا نفسه بعد أسوأ وأسوأ وأسوأ هذا بيده. نعم. والله أرحم الراحمين. شكراً شكراً لك أبو حسن. أبو زينب من النجف حياك الله يا أبو زينب. الله محييك، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. بالنسبة لهذا الموضوع الشائك. نعم. لازم الشعب ينتبه إلى أهم شيء. نعم. أول فقرة ومنصوص عليها بالدستور أن أي مرشح للرئاسات الثلاث إلى مدير عام ورئيس قسم يجب أن لا يكون مزدوج الجنسية. هذول كلهم مزدوجين جنسية، يعني هذول ترشيحهم لي قدام كله باطل. هاي واحد. الثاني أيضا منصوص عليه بالدستور والقانون يقول لك إذا كان المرشح للرئاسات الثلاث إلى أصغر منصب وكان عراقيا يحمل الجنسية العراقية وأمه عراقية تحمل الجنسية العراقية، عفوا وأبوه عراقي يحمل الجنسية العراقية وأمه أجنبية وحاطيها من عربي أو غير أي دولة أخرى لا يحق له الترشيح، وهذول كلهم جنسيهم مزدوجة. بعدين هذول على الشعب أن يعي بأن هذه المؤامرة الكبرى ومر بأكثر من أربع خمس انتخابات سابقة. النبي محمد صلى الله عليه وآله يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، احنا اللي دغنا أربع مرات مدري خمسة. فالشعب عليه أن ما ينتخب هذولا، إذا يريد ينتخب ينتخب فقط جماعة تشرين ذولا اللي يمثلهم الآن، وينتخب الحزب الشيوعي لأنه أشرف حزب، لا سرق ولا قتل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا جزيلا لك. أنا في قضية مزدوجي الجنسية، يعني هي هاي القضية الشائكة اللي ما انحلت من يوم اللي طبوا به على ظهر الدبابة الأمريكية ومجلس الحكم الانتقالي، وهم كلهم يحملون جنسيات أجنبية وجنسيات غير العراقية. اللي أفتهمه اللي يريد يشتغل للعراق لازم يكون عراقي مثل ما قال أبو زينب. فهل هم عندهم استعداد أن يتنازلون عن جناسيهم الثانية بحيث أنه إذا أخطأ المحاسبة تكون سهلة؟ أكو دولة بالعالم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تقبل أنه يصعد مسؤول بيها أو بالبرلمان الأمريكي واحد من غير جنسية؟ يمكن وزير الدفاع الكندي في فترة من الفترات كان هندي الأصل لكن هو كندي. حتى منتخبات كرة القدم ما حد يقدر يلعب بمنتخب إلى دولة وهو ما يحمل جنسية ذيك الدولة. وأكو أمثلة هواية، مثلا زين الدين زيدان أصله جزائري بس هو فرنسي. المشكلة اليوم اللي عندنا أصلهم عراقي بس هو مو عراقي.
احنا عندنا العكس، الملعب هو العراق والطابة هم الشعب واللواعب هم السياسيين، المفروض يكتسبون الجنسية العراقية ويكونون هم عراقيين 100% حتى يدافعون عن هالبلد هذا ويحمون هالساعة هاي. هم لا، هم مكتسبين جنسية ثالثة ودي يلعبون بالشعب لمصالح ذيك الدولة. سيف من بغداد حياك الله. سيف حياك الله اخوي. حياك الله حبيبي. حبيبي شلونك اخوي؟ هلا بيك يا الغالي، تفضل تفضل اغاتي حبيبي. نعم صوتك دا يقطع، اذا تقدر تغير لي مكانك دا اسمعك افضل. اكثريتهم هم الاملاك مالتهم بس، يعني ما راح يعيرون اهتمام للشعب اصلا. نعم احنا اذا نجي نحكي ونقول فلان سوى وفلان سوى ما حد يسوى اي شيء. الو وياك. اي حبيبي، فما راح يسوون اي شيء، كانوا راح يسوون الشارع او راح يسوون لهم منتزه او يسوون لهم قصر، فهذا ما راح ياكل ويا الشعب ويا ثوره الشعب، يعني ما راح يقدرون يضحكون على الشعب مره ثانيه. الو وياك. زين واذا صعدوا وانتخبوها مرت اللخ وصاروا بالبرلمان وصاروا بالحكومه وكل شيء ما سوى مرت اللخ؟ ان شاء الله ان شاء الله ما راح نلدغ مره ثانيه. نعم بوجود الطيبه وبوجودكم وبوجود الثوار ان شاء الله أخ سيف أنا أعتذر منك بس أكو مشكلة بالصوت. طبعاً هاي واحدة من مشاكل الفساد العراقي، قضية الاتصالات العراقية اللي مدى تنحل، اللي المواطن العراقي دا يدفع فلوس وفلوس هواية ومدى يأخذ يعني خدمة مثل ما دا يدفع هو فلوس. القضية وما بيها هسه لما سمعنا انه هذا يطلع يقول هالمحافظ ورئيس مجلس النواب وفلوسهم وادارتهم وسلطاتهم الادارية والاجتماعية كلها وياك يا سيادة المرشحة وانت ما حد راح يقدر ينافسك، انتو تعرفون المفروض هسه المحافظة تتحاسب والمحافظ يتحاسب والمرشحة هاي يبطلون ترشيحها ورئيس مجلس النواب لازم هسه يدخل للقضاء ويسائل، هاي كلها لازم تصير، بس لحد الان كل شيء ما دا يصير. ليش؟ لانه فعليا هذا الشيء الغلط اللي احنا بدنا نحكي به هو واقع حال بالعراق. ابو ايسر من تركيا حياك الله. استاذ يحييك. هلا بيك يا الغالي. استاذ بالنسبه للانتخابات هي تكون نفس الانتخابات القديمه ونفس الوجوه راح تبقى، لان كل واحد كل اكو مثل يقول كل من يعود النار الخبز. نعم. فالفساد موجود، الفساد الإداري والانتخابات هي ما راح يتغير شيء، الوجوه باقية. أي شوف هسه الأحداث اللي صارت قبل الانتخابات حتى يريدون يبعدون الناس عن الانتخابات ويريدوا يفصلون بين قضية تشرينية وغيرها وغيرها، يعني ما صير أي شيء بالانتخابات. والحل؟ الحل الوحيد مو أنا قلتها بالسابق، الحل الوحيد إذا ما ينتهي نظام الملالي بإيران كل شيء ما راح يصير بالعراق. نعم نعم شكرا. شكرا أبو أيسر. سعد من النجف حياك الله يا سعد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أسمعك سعد. انقطع الاتصال يا الأخ سعد، أتمنى يرجع لنا مرة ثانية. زين أبو أيسر يقول إن هم ذولا نفس الشكول. المشكلة يعني المتابع للواقع السياسي بالعراق من 2003 لليوم راح يشوف إنه نوري المالكي موجود بالواجهة
من 2003 الى حد هاي اللحظه، وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري واياد علاوي واسامه النجيفي واسامه التكريتي وغيره 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 من هاي الاسماء. مره تلقوه رئيس مجلس نواب، مره تلقوه وزير، مره تلقوه نائب البرلمان، مره تلقوه نائب رئيس جمهوريه، مره تلقوه وزير، كل فتره يحطوه بمكان. ذكرني هاي الحاله بالحكم الملكي بالعراق، كانت اكو بعض الشخصيات كانت تفتر بيناتهم، رئيس وزراء، مره وزير داخليه، مره وزير خارجيه، مره وزير ماليه، مره وزير دفاع. يعني مثلا نوري سعيد كل هاي المناصب لزمها، بس اكو فارق بذاك الوقت كانوا يفكرون بالعراق، يطلعون حتى يتحاربون لاجل العراق. اما بهذا الوقت اللي احنا بيه صفقات بيها فساد، ما دا يحصل شيء العراق، العراقيين عايشين بتعب وضيم، كهرباء ماكو، مي ماكو، غاز ماكو، اكل ماكو، راتب ماكو، شغل ماكو، زراعه ماكو، صناعه ماكو، كل شيء ماكو. بس اكو شيء اسمه استيراد من ايران. سعد من النجف رجع لنا، حياك الله يا سعد. السلام عليكم. عليكم السلام، اذا امكن تعلي لي صوتك اخويا. تفضل يا غالي. حياك الله، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل اخويا. تسمعني يا سعد؟ يبدو ان الاخ سعد ما دا يسمعني او اني ما دا اسمعه. شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا. المشكله اللي موجودين اليوم، شفنا واحد صار وزير وبعدين صار رئيس وزراء وبعدين صار نائب رئيس جمهوريه، والاخ همينا صعد رئيس وزراء وطلع ونزل وزير، صار نائب بالبرلمان، افتروا بيناتهم. بس لا هو نائب بالبرلمان سوى شيء للعراقيين، لا هو وزير سوى شيء للعراقيين، لا هو رئيس وزراء سوى شيء للعراقيين. يعني مثلا حيدر العبادي من كان وزير اتصالات، كل العالم تعرف قضية الفساد في صفقة الاتصالات اللي اكو بيها 5 مليون دولار، لحد الآن ما حد يعرف عنها شيء، بجيب منه راحت. صار وراها رئيس وزراء، طلع بخطاب واحد سموه خطاب النصر، اللي المفروض لما الدولة تقول أنا قضيت على جهة إرهابية وأنه أنا انتصرت عليهم، ها هي خلصنا من عندهم بعد. بس لليوم هذا الشعب العراقي ما دا يخلص منهم. زين شنو خطاب النصر هذا مالتك طلعت بيه؟ ما أدري إيش قدمت للشعب العراقي بخطاب النصر هذا مالتك بيه؟ ما أدري. زين أنتوا رئاسة الوزراء والجيش نازلتوا عن 3 مدن لهاي الجهة الإرهابية، رجعتوا أخذتوا ال3 مدن، شو استفاد الشعب العراقي؟ تهجير ومدن مدمرة بنسبة 90%، محافظات 3 منتهية، مدينة مثل جرف الصخر ممنوع أهلها يطبولها، نازحين ممنوع يرجعون لأراضيهم، عاشوا بمخيمات، ماكو بنية تحتية، لحد الآن يطلعون جثث من تحت الأنقاض بالموصل وغيرها، لحد الآن الناس ما تعرف ولدها وين، معتقلين ما حد يدري بيهم وين. هذا اللي شافوه الناس، بشنو فتوا الناس وتجون هسه للانتخابات؟ احنا نوصل للانتخابات تبدي رحمة الله على قولة اللي يقول، اللي يوزع أكل، اللي يوزع خيار وبوتيتا وبصل، اللي يوزع بطانيات، اللي يوزع صوبات، اللي ينطي فلوس زي يشتري أصوات انتخابية، آخرتها محافظ يسخر محافظة كاملة لأجل مرشحة. كل هاي الخروقات الانتخابية دا تصير والعراق ساكت. المشكلة مو بس بالعراق، المجتمع الدولي كله ساكت. ما أعرف ليش العالم ساكت على الظلم اللي دا يعيشوه العراقيين، ما أعرف ليش الأمم المتحدة والناتو ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية وكل المنظمات العالمية إن كانت محلية وإن كانت دولية وإن كانت بخصوص حقوق الإنسان وإن كانت اللجوء وإن كانت أي شيء، المواطن العراقي والشعب العراقي المظلومية اللي دا يعيشها من 2003 لليوم ورا ظهره شامرها. ابو علي من ابو غريب، حياك الله يا ابو علي.
هذا فد الله يحفظك. هلا بيك يا الغالي. الله يحفظك ويحفظك. يا البرلمانيين انا من الحين من راح صدام حسين الله يرحمه وهذول استلموا. ها استاذ تسمعني؟ دا اسمعك اخوي. هذول البرلمانيين اي شيء ما قدموا له ابو غريب. الحصايات موجودات من عهد صدام لحد هاي اللحظه. بس انا اقول لك من نجا برلماني وزع لك كم بطانيه ووزع لك كم كرتونه مال بيه واي شيء وزعه والعالم تتفاهت عليهم على مود وهم ذول البرلماني جو لا قدموا شيء. من 2003 ابو غريب لحد الان هي فقيره. نعم. اي فقيره وانت تعرف الفقر يا ابو غريب تعرف انت معمل الالبان الواحد ما يكتب الالبان يعني يريد له خدمه. انا عرفت ومستشفى ابو غريب سلموا الواحد ما يفتهم ومستشفى ابو غريب هوايه بيها ولحد الان جاي يموتون ما يفتهمون اي شيء بهذا اللي قدموا الالبان جاب له واحد ما ادري منين وحطه برلماني ما يفتهم على الالبان كليته وما ضقنا احنا ابو غريب لحد هاي اللحظه البان مال ابو غريب جاي نشتريها بالسوق وهي الخدعة اللي شفناها من البر قدموهم. اي وانا احكي لك الواقع ابو في حد الان الكهرباء جاي تنقطع والمي ما جاي قد لون الساعة ما ادري ابو غريب لازمينها ميليشيات ما تعرف اللي يقولون ابو غريب لسه ما نعرفهم شخصيا واحد يريد نراجعهم مثلا من واحد على مود المي لو على مود الكهرباء ما نعرف وجاي يزورون ما يعني الموت يروحون للفواتح مالتهم لابسين رباط البرلمانيين ويقرون سوره الفاتحه ما شفنا فايده من عندهم ما شفنا وسط البرلمانيين هاتون الموتى على مود يزورون الفواتح ويشوفونهم العالم ما استفادينا من عندهم ما استفادينا من عندهم بقد الشفاعة يلبس قاطة ورباطة ويروح للفاتحة ويحط الكرامه وعلى ساتي يسلم على الفاتحة وهو يدور شنو مقصود من عندهم على مود يشوفون شكون هذا الشخص اللي مقدم للانتخاب على اساس ينتخبونه. بس انا احسب يعني مثلا يجي برلماني يقول لك انا فلان من عشيره فلان وفلان ابن فلان بس انا احسب على مود تقول للبرلماني شيل اسم العشيره من عندنا وانت تدخل بنفسك غير هيك الواحد اي ما قدموا اي شيء لابو غريب. والله ابو غريب فقيره كلها من يوم كليه الزراعه الفلوجه فقيره والله العظيم شكوا بيها يعني فقره كليتهم ويتفاهتون هذول لابسين رباط فاتح وين ما تلقاه بالفاتحه بس من يتخابر ما موجود بس من يسمع فاتحه ابو غريب يروح يتفاهت عليها اول واحد والعزايم تكسر من الله يخليك ويحفظك ان شاء الله استاذ عزيز حبيب قلبي يسلمك شكرا لك ابو علي. عبد الرزاق من بابل حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم استاذ سادة. السلام والرحمه والاكرام. استاذ افل يقولون كلم العاقل بما لا يليق فين عقل فلا عقل له. نعم. بالنسبه للانتخابات شو اللي يتغير بيها حتى على مود المواطن يروح ينتخب النظام الانتخابي يعني تعرف كل زين النظام الديمقراطي بالدول وهذه يكون يعني له قانون احزاب قانون الاحزاب هو اللي يضبط ويربط الاحزاب مو مثل حزب
هذا هو يعني هذا مؤشر على ان العمليه السياسيه بالعراق مبنيه على الفساد. وصدقني دول هم اللي اجوا اسم الديمقراطيه، هم ما يؤمنون بالديمقراطيه. وقبل كم يوم طلع احد قاده الكتل يقول احنا ما نؤمن بالنظام الديمقراطي، لكن نؤمن بالآليات وما نؤمن بالفلسفة. يعني ما معناته يؤمن بالمحاصصة، يعني يؤمن بالسرقات، أما كنظام ديمقراطي وحرية الفرد واحترام حقوق الفرد هذه ما مو من ضمن متبنياتهم. فصدقني هم يعني جايين على هذا الغرض، يعني يسرقون البلد وينهبون خيراته. يعني قبل ساعة كنت أتابع يعني برنامج على أحد القنوات يطلع برلماني، شوف يا أستاذ أفل، شوف يعني شوف فساد اليوم والخيانة إلى أرض الدرجات أستاذ. برلماني وهو يعني مشرع، تفضل أنت، يعني هسه إحنا اليوم نظامنا نظام برلماني، يعني إحنا ناخذ القوانين مالتنا والتشريعات من البرلمان لأنه هو أعلى سلطة بالبلد. يقول على المزورين اللي مزورين الشهادات، يقول احنا لازم يطلب من رئيس البرلمان احصائهم ها حتى يعيشون حياتهم الكريمة، يعني دول المفصولين وهذه، يطلب من رئيس البرلمان اعادتهم لوظائفهم حتى يعيشون حياتهم الكريمة. انت قل له يا مو انت مشرع شلون تطلب من رئيس البرلمان إحصاهم وعادتهم؟ تسأل على اللي شجعهم على التزوير. أنت بهذه الحالة يعني أنت منهجت للفساد. تفضل أنت من هذا وقيس يا أستاذ أفل، وشوف إحنا المقارنة بين بلدنا وبين تونس. تونس يعني شوف الرجل الصعيدة، شوف شلون يعني خلت الغيرة على بلده على شعبه، غير النظام، يعني مو يبقى هو نفسيته نظام ديمقراطي لكنه أقال المفسدين. يا أخي احنا تفضل، احنا يحكي لك بالإصلاح وهو الفساد من رجله إلى هامته، هو يعني مو غلب الفساد. فما عندنا احنا ناس يعني مصلحين، ما عندنا للأسف الشديد. وتحياتي لك سادس. حياك الله اخوي العزيز عبد الرزاق. مشكلة يعني اليوم الشعب العراقي دا يعاني الامرين نتيجة هاي السياسات اللي طالعة، اللي تعلمنا عليها او اللي تعرفنا عليها بال 2003. هم يقولون انه اكو ديمقراطية. اذا اريد نتبع مبدا الديمقراطية بالعراق او نعرف معنى الديمقراطية هو ان يعني لك حرية الكلام، لك حرية التعبير عن الرأي، لك حرية اختيار من يمثلك في الحكم، لك الحرية في كل شيء. أول مبدأ اليوم بالعراق ما منفذ هو الديمقراطية، لأنه المواطن العراقي طلع وقال أنا أريد حقي وأنا أريد وطن، انكتلوا آلاف نتيجة هاي الكلمة. فإذا وين الديمقراطية بالموضوع؟ والانتخابات إذا تريد تطبق بها مبدأ الديمقراطية فأنت المفروض ما تجبر أحد أن ينتخب أحد غصب. نعمة ويانا، حياك الله يا نعمة. نعمة من بابل. نعم تفضل. حياك الله يا اخوي. شلون صحة؟ هلا بيك يا الغالي. قل لي بروح ابيك من جماعتنا، احنا من بابل، احنا نريد من جماعة الكربولي، من جماعة يعني احنا ما عندنا حد، عندنا بس هذا رشيد العزاوي مشلف، ما صارت الدولة لحد الآن. كل شيء ما فهمنا من عنده. نعم. يعني ماكو واحد زين يجيبولنا مثلا من جماعة الكربولي، من جماعة الحلبوسي، من جماعة يعني كل شيء ما فهمنا من عنده. الله وكيلك كل شيء، لا سواء نشي ولا قدنا منه ولا آخرنا، مجرد ياخذ فلوس وعلى اساس يعين وعين وكذب علينا. نعم. اريد يعني يشوف انه التفت لنا محمد الحلبوسي، التفت لنا محمد الكربولي. قلنا واحد من جماعتنا من جماعة الرمادي خلونا يمنا هنا، ماكو هذا مدمنين، ما ادري من الاطلب جايبين علينا. فنطلب من الله ومنكم ان تعينونا بهذا مال الانتخابات. بس اخويا نعمه يعني انت اوكي وياك يعني، بس اريد اسالهم النواب كلهم باي. نعم. يعني باي محافظه
يا نايب اشتغل المحافظة ان كان بالبصرة ولا كان بلسان ولا كان بكربلة ولا كان بالرمادي ولا بالموصل ولا بكردستان. بركة الله قول الحلبوسي زين اشتغل بالرمادي بركة الله. لان احنا هنا صاير شلون مكروهة وجابت لها مدري شلون قايلة. وتعرف انت شنو القصد مالي شنو اللي سوى الحلبوسي بالرمادي بالله؟ والله اذا شوف يعني احنا بنقول الشوارع زينه ويعني اكو عمار شويه مو مثلنا احنا هنا ما حد يقول لنا والله يعني المعلومات اللي يعني وصلتنا انه اشتغل بس الشارع العام ويعني باقي المناطق ولا الى دخل بهن مثل ما هن. والله انا هنا من همين يجوز هناك سواك بشارع عام احنا تعيش انت. نعم نعم تعبين ايش بدون فائده ايش احنا انا بالنسبه لي لا اروح انتخابات ولا احضر انتخابات حتى اذا احضر انتخابات اروح اشق الورقه واطلع. اخويا نعمه يعني اذا تريد تدور بالنسبه الى نواب السنه عندك الانبار وعندك صلاح الدين وعندك النينوى يعني ثلاث مدن نسبه الدمار بيها 80% وفوق ماكو نايب لحد الان من نواب هاي المحافظات الثلاثه اشتغل الأبناء محافظته والنازحين اللي طلعوا من هالمحافظات لحد الآن بالمخيمات. نعم جماعة جرف الصخر خطيئة مو يعني وجرف الصخر وديالة ذن المحافظات اللي طلعوا أهلها وسكانه لحد الآن هم بالمخيمات شنو اللي قدموه لسكان مدنهم؟ راح أقول لك يعني من المسيب لحد عبرية الفلوجة هاي المناطق الزراعية كنا انتهت وأهلها ماكو يعني مفرقين هيك ويش محافظات مرتفعة القضية. نعم نعم. إيه. نعم شكرا. نرجو. إيه قول. تشوفونا يعني شغلة يعني إحنا مثلا إحنا لا تعين لا فد أنا عندي ولد أربعة أنت قاعدين إيش أنت مثل ما تحرمك الحاجة. نعم نعم نعم. والحمد لله وشكرا من اتصلنا بك وحصلناك. أنا أشكرك لانضمامك لنا بالبرنامج وسمعنا صوتك وسمعوك الشعب العراقي وباللي قلته. المشكلة أنه إحنا عندنا 40 مليون نسمة هم يقولون تعداد العراقيين هسه 40 مليون نسمة من 2003 لليوم نفس الشكل شفنا اغتنوا صاروا مالتي مليارديرية فتحوا قنوات تلفزيونية بنوا مولات بنوا مستشفيات فتحوا بنوك اشتروا جزر اشتروا فيلل بأوروبا وبدول العالم فتحوا أرقى الأشغال لأولادهم ولدهم درسوا بأرقى المدارس الأوروبية والأمريكية لكن شو الفايدة انت تحكي لي على 0.5 من الألف من الشعب العراقي أنا تعال احكي لي الشعب العراقي شلون دا يعيش نزوح تهجير قتل خطف اعتداء اغتصاب تعذيب بالسجون معتقلين ابرياء مشمرين بالسجون احكام جائره بري ما الا دخل باي قضيه ينحكم اعدام لانه اكو واحد مسؤول رفع عليه دعوه او جهه حزبيه القت القبض عليه او جهه ما معروفه منو هي القت القبض عليه وهوايه من المعتقلين اهلهم ما يدرون منو اللي اخذهم. تفجيرات بكل شوارع بغداد صار اكو تفجير، بكل شوارع العراق صار اكو تفجير. من 2003 لليوم كوادر الفواتح اللي بالعراق اكثر من الفرع اللي صار بالعراق. يمكن الفرحة الوحيدة اللي لمت الشعب العراقي بال2007 من نخذ المنتخب الكأس وراها ما صارت اكو فرحة لمت الشعب العراقي. الشعب العراقي شلون دا يعيش؟ تمطر الدنيا يغرق يروح للمستشفى يتمرض يطب مريض يطلع بتابوت الله يبعد عنكم يا رب يروح الصيدلية ينهب يلا يطلع. هاي المشكلة اللي يدعانيها الشعب العراقي وفوق هاي يطلعونا بالانتخابات يقول له المحافظة تحت أمرك. رسائل واتساب حمودي من موصل هؤلاء الأعداء نقول لهم أننا حاضرون أي مواجهة في الداخل أو الخارج حاضرون للتضحية مشتاقون للشهادة وما عندنا أسلحة ذوقوا من طعم الشهادة وعرفوا أنه الشدة وتزول باسمها ما زالت بدينا إن عاد وعدنا وعاد الله معنا نحن مع ثورة تشرين وقرت عيننا ونطلب من الله الشهادة.
رسالة ثانية تقول: السلام عليكم، نرجو تسليط الضوء على السجون السرية والمعتقلين من أهل السنة فقط، فليس لهم أحد بعد الله، له أنتم إن شاء الله. أخي العزيز: السلام عليكم، أنا أريد أتصل، مدى أحصل؟ أريد أدق عليكم الواتساب، مدى يشتغل؟ أخي العزيز: ماكو اتصال على الواتساب. ورسالة ثانية: نطالب بالعفو العام، ولدنا راح تموت بالسجون، كافي ارحموهم. ورحموا هاي الأمهات تبكي بالشوارع، نداين الكروة حتى نروح نشوفهم، ما يخلونا نشوفهم وما يخلونا نواجه بحجة لقاح كورونا. هاي الحكومة ما تخاف الله، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، لأنهم مدى يخلونا نعيش براحة. مشكلة اليوم انه بالانتخابات نشوفهم، ونشوف النايب من يروح الى مكان يبلط شارع، يصبغ البيوت، يعطي كم مكرمة على مود يساعد الناس، يعطي كراتين بها حصة غذائية مشتريها من جيبه، بس هو ينتخب، هو يصير نائب بالبرلمان. المواطن يريد يروح يقول له يابا انا محتاجك، بعد ما حد يشوفه، والنائب يقوم يحير بالصفقات وش قد يجيب فلوس اكثر، لأنه أغلب النواب مثل ما صار محمد حلبوسي رئيس مجلس النواب يدفع دي يصير. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نسمع به آراءكم حتى نعرف فيها آراءكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله باكر بنفس الموعد، في أمان الله.